ملف الموقوفين الإسلاميين ما كان كراوح، فبعد الوعود والأخذ والرد أرجئت الجلسة إلى تاريخ 20 من الشهر الجاري، والسبب يعود لعدم اكتمال النصاب والخلاف الواقع بين الكتل النيابية وموضوع إقرار العفو دون شمل الإسلاميين فيه. ماذا يقول أبو عمر المتحدث الرسمي للجنة أهالي الموقوفين، ولمن يحملون المسؤولية في العرقلة، وما هو وضع المساجين في ظل انتشار وباء كورونا داخل سجن رومي؟ لجنة احنا لجأنا لقانون العفو العام، للمطالبة بقانون العفو العام. طبعا انت بتعرف ملف الإسلاميين هو شيء من مدة طويلة، وملف الإسلاميين تحديدا بلبنان يعني في مظلمة كبرى. طبعا في سجناء غير الملف الإسلاميين كمان في عندهم مظلمة كبرى. نحن يا معلم لما لجأنا لهذا القانون العفو العام، للمطالبة بالعفو العام، لأنه أول شيء بلبنان المحاكمات منها سريعة أبدا، ثاني شيء ما في سير للعدالة مظبوط. نحن قبل 2018 وعدونا بالعفو العام، فمشان ما يكون بالبزار السياسي فأجلوا له بعض الانتخابات. بعد الانتخابات صار في عندهم مشاكل وأخذوا رد بالموضوع، حتى وصلنا للجلسة السابقة، مش هيدي، للجلسة السابقة. فالمسودة اللي كانت موجودة كونها ما بتشمل ملف الإسلاميين وبتشمل شيء قليل من المسجين، فنحن رفضناها. لأنه أول شيء لما بتعمل قانون عفو عام لشريحة واحدة بلبنان ما بيمشي الحال. وطبعا بدي أعلق على نقطة صغيرة لبعض السياسيين اللي بيقولوا أنه أهل المعتقلين صاروا عم يحتجوا بقصة كورونا، يعملوا عم يطلبوا بقانون العفو العام. لا أبدا، نحن هذا العفو مثل ما بيقولوا موعودين فيه من 5 سنوات وبعده لهلا بين أخذ ورد. ولكن نحن اللي شفنا يعني كلجنة أهل الموقوفين وكمتحدث باسم لجنة أهل الموقوفين وكأهل الموقوفين أنه في إشحاف في حقنا كتير بهذا الموضوع، وخصوصا هناك في فريق بلبنان عم يطالب بفريق يلي يسمى المبعدين على فلسطين، يعني يلي مسمين نحن عملاء، يلي هن بوقتها ضربوا لبنان وحبسوا اللبنانيين وعذبوا اللبنانيين. واخر يعني اخر شغله صارت وعلى عينك يا تاجر، بالعميل عامر الفخوري، يعني يلي اجى على لبنان وهو كان قائد سجل الخيام. بس هذا اخر شيء نحن بدنا نقول للسياسيين اللي عندنا انه انتم ما عندكم عدل. يعني اخر شيء انتم عم تطلعوا عميل عامر الفخوري اكبر عميل بلبنان وكان قائد سجل الخيام طلعتوه وما فرقت معكم. نحن هون عم نقول لكم انتم ما عندكم عداله. نحن منطالب بالعفو العام يلي هلا عم نطالب فيه هو انساني بحت. نعم، هلا على زعم فريق بلبنان، على زعم فريق بلبنان اللي هو فريق رئيس الجمهوريه والتيار الوطني الحر يلي بترأسه جبران باسيل، اوكي، هول عم يتزرعوا بامور. يعني كل ما يصير حدث امني بلبنان فردي طبعا، ونحن كلجنه اهالي موقوفين من دين اي عمل ارهابي بلبنان ضد القوى الامنيه. هذا الفريق هو ما بيستحي على حوله، يعني هذا الفريق عم يطالب بفريق العملاء. برجع بدي اقول لك بالموضوع انه العميل تهمته اكبر من تهمه الارهاب، العميل تهمته اكبر من تهمه المخدرات. نحن اليوم بملف الاسلاميين او اي ملف بلبنان في مظلمه واقعه. كمان بدي اقول لك بشباب الاسلاميين يلي حملوا سلاح بالفوضى بال2011 وطلوع، كمان يمكن السياسيين والتجاذبات السياسيه اللي موجوده عندهم هن خلتهم يعملوا هيك. بال2008 لل2014 حصلت احداث، وكانت احداث هي 7 ايار يلي نتج عنا بكل المناطق اللبنانيه توترات وانقسامات بين فريقين بلبنان. بطرابلس صيف في جبل محسن تبينه، وانتم كل العالم على عينك تيجي بتعرف هذا الموضوع موضوع سياسي بحت، انه في فريق بيندعم من فريق بلبنان والفريق الثاني بيندعم من فريق اخر بلبنان. نحن مثلنا مثل هالناس، يعني احنا عندنا منطقه التبينه، طبعا احنا بدنا ندافع عنها بالعربي لنبلطح. يعني اخر شيء هيدي المنطقه بال86 سقط فيها شهداء، يعني جماعه جبل محسن، جماعه رفعت عيد او جماعه علي عيد بوقتها بقرار من الاسد نزلوا على باب التبينه جزروا فيها. نحن لما بيصير مشكل بينه وبين جبل محسن بدنا نحمي بيوتنا وبدنا نحمي مثل ما بيقولوا منطقتنا. لما رحت الامور واجت الخطه الامنيه، طيب انا بدي احكي نقطه على الخطه الامنيه. طيب اليوم لما الدوله اتخذت قرار بخطه امنيه ب 24 ساعه حصلت، مرقت 21 جوله، هدمت بيوت، شردت عائلات، سقط شهداء، سقط اطفال، في معاقين، مئات القتلى وفي الاف الجرحى، يعني جراء هال 21 جوله. ولما السياسيين بالبلد هذا اخذوا قرار انه هو ب 24 ساعه، طيب ليش ما هو من اوله؟ طيب اليوم اتفشى كورونا بالسجن، الدوله نفسها والحكومة اللبنانية نفسها منا قادرة تحكم السجين. طيب نحن بدنا نقول قبل كورونا العالم 3/4 السجن مريض، يعني أنا كنت بالسجن وأنا بعرف إنه نعم، يعني اللي معه قلب واللي عمل رسور واللي معه ضغط
واللي عنده سكري واللي عنده امراض مزمنه، هي بغض النظر عن كورونا شيل على جنب، ونحن هذا العفو الخاص ما بيفيد ولا بيحل المشكله. بنرجع بنقول لموضوع روميه، نحن فتنا على روميه، هن مثل ما بيقولوا انه هن بيعاقبوا وهن بيضبطوا الموضوع السجن وهن وهن وهن، هذا ما طلع فيه شيء منه ابدا ابدا. اللي طلع منه يا معلم انه ما عندهم دواء، بانادول ما عندهم. فنحن هلا ما صرنا رايحين سيد خضر على قانون عفو عام شد حبال وشد سياسه، نحن صرنا رايحين على عفو عام انساني، على عفو عام اجتماعي. اليوم هي عاجزه على ان تحجر كل سجين لحوله اذا معه فيروس الكورونا، فما على الدوله الا تعمل قانون عفو عام شامل يشمل كل ابناء الوطن. في سياسيين بدنا نعلق بنقطه على بعض السياسيين لما بيصير حدث امني بلبنان، يعني مثل من فتره صار حدث امني بلبنان فطلعت ابواق سياسيه عم تقول انه لا بدكم تطلعوا الاسلاميين من السجن. ما بدي اقول لك يا حبيبي لما بدنا نطلع الاسلاميين صار 20,000 اسلامي طلع من السجن ما شفتهم وما عملوا شيء ولحقين شغلهم ولحقين اولادهم. اجى طلع واحد من السجن عمل عمل فردي وبعدين بدنا نقول له هذا سياسي انت ارتاح. اليوم نحن عندنا اجهزه امنيه وعندنا مثل ما بيقولوا قائد الجيش حاطين خطه وعمليه استباقيه لاي حدث بيصير بهالبلد بيكمعوا، هدول بكفوا بوفوا بلبنان وهن اللي حافظين الامن. فانا برايي السياسيين الخايفين ما يخافوا، خليهم بقصورهم مرتاحين.